السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الصف العاشر ألف. اليوم إن شاء الله راح نكمل، we will continue teaching and explaining unit 10 الوحدة العاشرة إن شاء الله. But today we will talk about grammar which is on page 77 اللي هو simple past passive. And also we will talk about vocabulary word buildings on page 78 and also art on page 78. Now let's first begin with the grammar and this page. Yes, good. We will begin with the grammar, the past simple passive. طبعا خلينا اول شيء نشرح شرح بسيط للsimple past grammar. Then after that we will answer the given, let's say, exercise. طبعا الجرامر اللي هو simple past passive، زي ما بتعرف عزيزي الطالب simple past passive اول شيء لازم نعرف احنا ايش هو simple past. simple past اللي هو الماضي البسيط. طبعا زي ما بتعرف الماضي البسيط اول شيء في المعلوم، دائما انا بحب احكي عن المعلوم ثم المجهول. المعلوم طبعا subject، ثم بعد ذلك عزيز الطالب verb 2، ثم طبعا هنا بدنا object حقيقي قلنا مفعول به المرة الماضية. الآن عند التحويل زي ما أخذنا المضارع بسيط باختلاف بسيط جدا جدا. أول شيء نبدأ بالobject، ثم عزيز الطالب بعد الobject إما بنضع إما was طبعا أو where، ثم التصريف الثالث، ثم التصريف الثالث. Good. ثم إذا بدك تضع by زائد agent ما في مشكلة، وهسه بنشوف شو هن الباي زائد agent. الآن أمثلة على الماضي البسيط عزيز الطالب such as واحد for example I'll say grew مثلا opportunities اللي هو باذنجان in مثلا in my orchard في بستاني. نعم طبعا لو فرضنا ان احنا بدأنا في اوبر جاينز اللي هو الباذنجان مثلا اول شيء طبعا بنحدد if it is what اذا كان المفعول به طبعا مفرد او جمع. طبعا اذا بتلاحظ عايز الطالب here we have اوبر جاينز which is what plural so we put what where اوبر جاينز where والتصريف الثالث من جرو اللي هو عايز الطالب جرون جي ار او دبليو ان جرون ان ماي اورشارد ان ماي اورشارد يعني بصير تقول باي بي بس هنا ما في داعي لها. كود نعم ناخذ مثال اخر فور اكزامبل 2 على فرض سلوى مثلا سلوى استدد مثلا عربيك مثلا yesterday اللي بدك اياه انت حر. سلوى استدد Arabic yesterday. الان عايز الطالب Arabic وبدنا نحولها للمجهول. اذا اول شيء Arabic is a singular مفرد so it is what اذا we put was ثم عايز الطالب استدد اللي هو نفسه التصريف الثالث طبعا yesterday Arabic was studied yesterday by mean by سلوى باي سلوى إلى آخره. So إذا هاي هي قاعدة المجهول من الماضي البسيط. بتكون في تصريف ثاني إحنا بنضع إما was أو where ومن ثم عايز الطالب التصريف الثالث. Good. وأيضا لو فتحت على الملزمة if you open for example your worksheets إذا بتفتح على الملزمة on page لاحظ 7 صفحة 7 unit 10 on page 7 إذا بتلاحظ here we have grammar the simple past passive اللي هو المبني المجهول الماضي البسيط. لاحظ نعم نستخدم المبني المجهول عندما يكون مفعول به أهم من الفاعل وإذا كان زي ما قلنا. نعم هاي في المعلوم subject played object لاحظ object was or were played by agent وهي هنا was your car polished here في الأسئلة طبعا غير الترتيب where were these boys born إذا بتلاحظ في الأسئلة عزيز الطالب نضع أول شيء الفعل المساعد هاي الفعل المساعد ثم نضع الأوبجكت
المفعول به ثم التصريف الثالث. إذا أول شيء نضع إما was أو where في الأسئلة، ثم object، ثم التصريف الثالث. good. هاي الباي زائد الايجنت زي ما أخذناها. الاي باي بي، هي باي هيم، شي باي هير، ذي باي ذم، يو باي يو، ات باي ات، ومنى باي منى. قلنا الاسماء تبقى كما هي عزيز الطالب. جود، ثانك فيري ماتش. الان اوبن يور بوكس، بليز اوبن يور بوكس اون بيج وات، اوبن يور بوكس اون بيج 77. اذا بتفتح كتابك الصفحه 77 هنا عزيز الطالب راح تشاهد جرامر ذا باست سمبل passive. good. The first one is done for you. يعني he wants you, for example, to do these six questions or six sentences, but at the same time he did, for example, or the first one is done for you. good. now Leonardo was born in 1452 CE. لاحظ بير، the past participle of it is born. good. his notebooks، وهنا فل has a notebooks جمع، إذا وير، والتصريف الثالث من فل عزيز الطالب فلت، إذا وير فلت. now the third one very few of Leonardo's large paintings، لاحظ finish نفس الطريقة وير، ومن ثم finish إيش بصير عزيز الطالب finished، إذا وير finished. good. now he also studied rocks to see how they were لأنها ماضي كاملة، إذا they were formed. good. thank you very much. now during his lifetime Leonardo، لاحظ admire، إذا بنقول was admire بنضيف لها دي، and هنا ما في داعي نقول was respected لأنها مكتوبة أصلا، فبضع مباشرة عزيز الطالب respected. good. now when he died in 1519 Leonardo، لاحظ not understand، Leonardo مفرد إذا was، بنخلي النفي زي ما هو was not، والتصريف الثالث من understand عزيز الطالب اللي هو ايش؟ اللي هو understood double O understood، so was not understood. إذا لاحظت كلها حليناها على أساس was or were والتصريف الثالث. now ننتقل لرقم 6. رقم 6 أنا حاب إنه أنت تحله at home لوحدك، يعني خلينا نقول واجب معك، لكن خلينا نشوف جملة أو جملتين ونترك الباقي لك. Now Vincent van Gogh, for example, created a famous picture. A famous picture was created by Vincent van Gogh. good. now some sunflowers inspire van Gogh. نفس الشيء، هاي المفعول به. it is what? it is in bold. it is specified here or yes, he specified it in bold. van Gogh was inspired. yes, was inspired by some sunflowers. good. and what about the third one? he painted the picture. the picture was painted in the south of France by him, etc. اذا حاول تحللنا من 4 إلى 7، كملهم وان شاء الله خير. now الان عزيز الطالب I want you to move to page 78. on page 78 here we have two exercises that are very important. now firstly word building vocabulary. read the text about Leonardo da Vinci on page 76 again and complete this table with the correct words. طبعا here he wants us to complete this text with correct words. here we have this table, we will complete it with correct words. now فرضا flight، لاحظ فوق في عندنا الاسم وتحت في عندنا ايش عايز الطالب الفعل منها، مهمات جدا بدنا نحفظها هذول. now fly to fly. now sculpture اللي هي sculpt to sculpt or sculpt. good. now design، طبعا نفس الشيء design. the noun and the verb are the same but sometimes we can say designation. designation is a noun of design but at the same time design is a noun. إذا الديزاين بتزبط اسم وفي لها ديزيجنيشن، لكن الأشهر ديزاين. good. now invention، the verb of invention what؟ is invent. good. and what about study؟ what's the noun of it؟ the noun is a study. the same، نفس الشيء. study دراسة وstudy يدرس. good. thank you.
Now, examination, the verb of it is examine. هكذا تكتب. So the verb of examination is examine. And what about discovery? The verb of it is discover. Discover, طبعا, discover, اكتشاف, discover, اكتشف. And finally, sketch. What's the noun of it? We said this one in the last lesson. Good. So, it is sketch. It's the same. إذا sketch عليه الطالب هي نفس sketch. The noun and the verb. And finally, we will go to vocabulary, but this time about art. Here we have some, for example, some jobs that say, or some personal nouns, and he wants you to match them with their what? With their correct meanings. Now, match the beginnings and the end of each sentence. A musician, a sculptor, photographer, an artist, a painter, an engineer. لاحظ عزيزي الطالب هنا بيكون في كل واحدة من الإجابات إشارة. فمثلا لاحظ number A sculpts or casts metal. Sculpts. So it's related to what? To sculptor. So sculptor comes with what? With sculpts. So two with A. Good. Now let's move to the third one. A photographer. Then we will look here for the word photo or photograph. Is it, for example, does it drawings and sketches? Maybe. Or takes photos. Photos, photographers. Then takes photos with D. Then رقم ثلاثة with D. Good. Now, let's move to the fourth one. An artist. فنان. An artist. اللي هي رقم أربعة. Yes. Does drawings and sketches? Or thinks of new inventions, or expresses ideas in paintings. Now, إذن, an artist, I think that it comes with B. Good. Does drawings and sketches. And what about a painter? لاحظ, a painter, and here we have paintings. So it is what? It is with number F. Good. إذن, خمسة with رقم F. And finally, we have what? An engineer. An engineer, اللي هو thinks of a new. هذا هو بفكر في اختراعات جديدة. Good. اللي هو المهندس. Good. Thank you very much. So we have a musician, sculptor, a photographer, an artist, a painter, an engineer. An engineer. Sorry. إذن بيكون ترتيب حلهم كالتالي. مثلا واحد اللي هي محلولة. واحد with C. اثنين عايز الطالب حلها with A. The third one with D, the fourth one with B, and the fifth one with F, and finally we have number six, which is what? Which is with E. And thank you very much for listening. We'll see you, inshallah, next time. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.